ليس صراع حضارات داعش تهدد الفاتيكان. تنظيم داعش قال قبل كده ان هو هيغزو روما، وفي تهديد باغتيال بابا الفاتيكان. رئيس الحرس السويسري للفاتيكان قال ان حوادث الدهس اللي حصلت في برشلونة وقبل كده في نيس وقبل كده في اماكن اخرى ممكن تتكرر ويحصل حادث دهس في الفاتيكان او في روما. وقال رئيس الحرس السويسري الباباوي الموضوع مسألة وقت، وإنه تفكير داعش في حادث دهس في الفاتيكان هو موضع تخطيط. إيطاليا زودت الحواجز سواء الجيش أو الشرطة في روما وحول الكنيسة البطرسية هناك، والحرس السويسري بيقول إن هو مستعد للمواجهة. الفاتيكان حضراتكم هي في قلب روما، الحراسة الخارجية الشرطة والجيش الإيطالي، إنما الحراسة الداخلية من القرن الـ16 إلى الآن هي حراسة سويسرية، يعني حراسة البابا وحراسة المقر الباباوي حراسة سويسرية. 110 ضابط يحملون الجنسية السويسرية هم اللي بيحموا البابا والكنيسة من الداخل، إنما من الخارج الشرطة الإيطالية والجيش الإيطالي. إنما موضوع تهديد داعش للفاتيكان البعض في الغرب فسره إن هو صراع حضارات وإنه صراع الإسلام والمسيحية. طبعا ده كلام فارغ ولا أساس له، لأن داعش لا تمثل الإسلام عشان نقول ده صراع بين الإسلام والمسيحية، وداعش كل معاركها مع المسلمين. ده مش الأزهر في حرب مع الفاتيكان، ده تنظيم داعش اللي هو عدو للأزهر وعدو لكل المسلمين هو اللي بيهدد الفاتيكان، هو اللي أراق من دماء المسلمين أضعاف 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 ما أراق من دماء الآخرين. وبالتالي داعش لا تمثل الإسلام والحضارة الإسلامية علشان نقول إن تهديد الفاتيكان هو صراع حضارات، ليسوا حضارة ولا يمثلون الأمة الإسلامية في شيء.